اولى فقراتنا الحواريه هنتكلم فيها عن رياضه الانزلاق او السكيت. وكنت بقول لحضراتكم في مقدمه حلقتنا النهارده بنشوف في الفتره الاخيره وبوفره في كل الشوارع المصريه ولا سيما في منطقه وسط البلد، وعايز اعرف ايه سر المنطقه دي بصفه خاصه. بنشوف دايما كتير من الشباب والشابات وحتى الرجال والسيدات بالباتيناج بتاعهم وعاملين يعني حاجه عظمه على عظمه. الحقيقه الرياضه دي طول عمرها كانت موجوده في مصر بس في اوقات اختفت فيها شويه ورجعت في الفتره الاخيره ورجعت بقوه كمان. تعالوا بقى نتكلم اكتر عن هذه الرياضه وعن تفاصيلها وعن قوانينها مع كابتن محمد ابراهيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للانزلاق للهواة. يا صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا كابتن كريم. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام يا فندم؟ الحمد لله. ايه سر منطقه وسط البلد بكورنيش التحرير، كورنيش النيل بالتحرير بالذات؟ هو حضرتك انا من وجهه نظري انا برضو الشخصيه ان المنطقه دي في شبكه طرق دلوقتي في مصر، شبكه طرق جميله جدا ممهده، الطرق كلها ممهده. منطقه وسط البلد فيها طرق كتير ممهده جدا، وبجانب ان اغلبيه الشباب اللي بيمارسوا اللعبه دي بيبقوا دايما من وسط البلد، لا اما من الزمالك من مهندسين، فبيمارسوا دايما المنطقه دي بتاعتهم يعني. بجانب ان المنطقه دي من زمان جدا سنه 1940 تقريبا كانت بدايه انتشار اللعبه، كانت في منطقه الزمالك، يعني اغلبيه الاجانب والمصريين القدامى كانوا بيحبوا يمارسوا اللعبه دي كهوايه يعني. طبعا ابتدت سنه 1958 يتشهر لها اتحاد، واول لعبه اتلعبت في الاتحاد كانت لعبه الهوكي، هوكي الانزلاق. اوكي. هوكي الانزلاق دي عباره عن فرقتين، خمس لعيبه قصاد خمس لعيبه، اربعه وجون، ولعبه على فكره جميله جدا، وكانت اول لعبه في الاتحاد فيها منافسه جامده جدا، عصايه والكوره وازاي يجيب جون في المنافس، ولعبه حماسيه جدا. اكيد. طبعا. بعد كده ظهرت لعبه السبيد اللي هي السرعه. لعبه السرعه دي هي لعبه عدو، بس عدو بالباتيناج. اوكي. خط بدايه وخط نهايه وزمن ومسافه بيقدر سباق. بمعنى المعارف عاديه بالظبط. عندنا مسافات لحد 15000، وفي ماراثون بيوصل لحد 45 كيلو. اوكي. انا عايز اقف مع حضرتك عند تفصيلتين. اولا فيما يتعلق بالاتحاد، انا وانا بذكر التايتل بتاع حضرتك الاتحاد ذكرت في اخره ان هو الاتحاد المصري للهواه. هو الاتحاد مش غريبه دي ولا انا فاهم غلط ولا؟ لا حضرتك فاهم صح، الاتحاد المصري للانزلاق للهواه. لان زي ما قلت لحضرتك في الاول ان اللعبه دي في بدايتها خالص من قبل ما يتم اشهار الاتحاد كانت لعبه هواه. ناس اوكي. بس مش المفروض مع اشهار الاتحاد يتحول الامر لانه يكون اتحاد للمحترفين؟ حافظنا على الاسم علشان هو الاسم لسه زي ما هو، يمكن في المستقبل زي ما حضرتك بتقول نبتدي نغير الاسم، بس احنا الاسم العربي ثابت، الاسم الانجليش اتحول بقى ايجيبت سكيت. أوكي. بقى زي الاتحاد الدولي. اصل يا فندم الشباب والشابات اللي انا بشوفهم في منطقه وسط البلد بالباتيناج والسكيت بتاعهم، انا ما اعرفش هم بينتموا للاتحاد ولا لا، يعني قد يكون مثلا منهم من لا ينتمي اصلا للاتحاد، لكن انا بشوف كل اشكال الاحترافيه بيعملوا اكروبات يا فندم في الشوارع. يعني كل اشكال الحركات حتى البهلوانيه بيعملوها، فايه ده؟ هو اللعبه دي فيها يعني بتطلع طاقه الشباب. انا شايف يعني من وجهه نظري ان طاقه الشباب واحساسهم بالحريه، ان انت تحس ان انت يعني الباتيناج، حذاء الباتيناج هو جزء لا يتجزا من جسمك. أيوة. فانت تعتبر ما فيش حاجه منعك ان انت تجري وتطير وتنط وبتاع، فاحساس الحريه والانطلاق دي موجوده دايما حتى في شباب المصريين. ف في منهم يا فندم لو في عربيه مثلا ربع نقله تلاقي واحد منهم انا مش حابب طبعا ده جزء خطير في الموضوع. بس يعني هو فعلا انتشرت وانتشر بشكل كبير قوي في الفتره دي. وزي ما انا قلت لك انطلاق، احساس بالانطلاق والحريه، انت ممكن تجري على سرعه 60 كيلو بالباتيناج. احساس الطاقه اللي بتطلع من الشباب، الطرق اللي بتساعد، الطرق بصراحه شبكه الطرق كويسه جدا، الطرق كلها ممهده مسافلته، فبتساعد الشباب على اللعب يعني. طب احنا ليه معتمدين على وجود شبكه طرق مميزه عشان الشباب يمارسوها؟ طب ما فيش اماكن تانية ممكن تبقى اكثر امنا بالنسبه لهم؟ لان برضو مهما كان الامر ما يخلاش من وجود مطب هنا، حفره هنا. مظبوط مظبوط كلام حضرتك مظبوط. احنا كاتحاد طبعا احنا على قد الامكانيات المتاحه بنقدر ان احنا نوفر ملعب، يعني مثلا احنا حاليا بنعمل بطولاتنا لا اما في استاد القاهره في الصاله بتاعه الدرجات، لا اما في ملاعب تكون ملعب كره قدم يكون متسفلت. في ملعبين في مصر بنلعب عليهم، ملعب نادي العبور وملعب نادي ايروسبورت.
ملعبين مسافلتين، الملعب كره قدم عادي بس حوالي متسافلت. هو ده اللي بنعمل عليه بطولاتنا طول السنه. احنا بنعمل حوالي لا يقل عن 15 بطوله في السنه، منهم السرعه ومنهم الهوكي. الهوكي احنا عندنا في كذا نادي ملاعب هوكي 20 في 40، الملعب مش محتاج الا بلاط 20 متر في 40 وتكون متبلط وحوالي سور عشان تقدر ان انت تمارس فيه لعبه الهوكي.